بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان استخدام القطارة لتعبئة اللون في الباوربوينت. لو عندنا شكل معين شيب كده تم إضافته من الأشكال، خلينا نحذف ده، نحذف الشكل ده ونضيفه من الأول تاني، إدراج انسيرت أشكال أي شكل، وليكن ده مثلا ده الشكل اللي تم ادراجه. عايزه ياخد نفس لون الاصفر اللي هو في كلمة الباوربوينت اللي تحت خالص ده مثلا، عايز نفس الدرجة دي على سبيل المثال. طيب اعمله ازاي؟ هروح هنا على تعبئة الشكل واضغط واختار قطارة دروب اي دي، واروح لاحظ ان القطارة دي اللي انا اخترتها دي وهي ماشية كده مع الماوس فيه مربع ماشي معاها، اول ما بتلمس اللون ده المربع بيتحول للون ده، بتلمس اللون ده بيتحول للون ده، اروح المس الاصفر اللي انا عاوزه نفس الدرجة اللي انا عاوزها واضغط مرة واحدة فبيتحول الشكل لنفس اللون. طيب خلينا نختار شكل او لون تاني من صورة فيها برضو من نفس القطارة كده، صورة فيها الوان كتير، ده ورد اهوت، اي درجة انت عاوزها في اي مكان في الوردة دي ممكن تروح كده مباشرة تختار الدرجة اللي انت عاوزها. طيب الاطار الخارجي خلينا نعمل له السماكة بتاعته يكون اسمك من كده شوية عشان يبان الاطار الخارجي اهو باللون الازرق، فعاوزين نختار له لون تاني برضه من نفس المكان الاطار ده، واختار قطارة دروب اي دي، وبعدين اروح اختار اللون اللي انا عاوز اعمل تعبئة بيه، وليكن اللون ده مثلا نفس لون الكلمة دي او نفس لون الكلمة في دي كده، فبنختار نفس اللون. ممكن تختار اي لون تاني القطارة دي او دروب اي دي بتمكنك ان انت تختار اي لون في الشاشة معاك هنا من اي مكان، وطبعا بتدي لك معاينة مباشرة للون الحالي. كمان ازاي نتخلص من الاطار ده؟ خلاص انا خلاص هستخدم ده، انا مش عاوز الاطار الخارجي للشكل ده، من هنا من الاطار هنا استخدم كلمة بدون اطار احذفها كده، يبقى كده الشكل بتاعي ليس له اطار. دي كانت المعلومة البسيطة اللي حاولت اشارك بها في الفيديو الحالي. سبسكرايب تو ذا شانل اند يعني لايك وكومنت، اكتب لنا تعليق في الكومنت، وكمان شير للفيديوهات دعما لنا. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.